إننا نتطلع أن تكون وكالة الأنباء الجزائرية قوية بفضل مهنية صحافيها وإدارتها العصرية، وتؤدي بذلك دوراً محورياً في المشهد الإعلامي الوطني، وهي لذلك مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية، ومن خلاله مخطط عمل الحكومة، وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبراً موثوقاً ذا جودة ومصداقية. كما نتطلع لوكالة رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي، تواكب أحدث مستجدات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخبر الموثوق إلى الملتقي في أقصر وقت.